غسل لك لحظتك. بارك الله عليك. هادشي اللي استطعنا اننا نحصلوا عليه في هاد كاس العالم، وكنهديو هاد التاهل لجميع المغاربه اللي ساندونا. هذه مشاركه، يعني مشاركه كما كتعرفوا مشاركه مشرفه للمغاربه. الحمد لله كما قلت في واحد الانترفيو الاولاني اننا ما نحطوش يدينا، والحمد لله كنا عند الكلمه ديالنا.